نرجو بيان عورة المرأة أمام المحارم وأمام النساء، وما حكم النقاب الذي يلبسنه النساء في هذا العصر ويظهر العينين بشكل ملفت؟ عورة المرأة عند النساء وعند المحارم هي ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، كأن تكشف وجهها وكفيها ورأسها، هذا جرت به العادة وليس به فتنة عند النساء وعند المحارم. أما أن تكشف عضديها وذراعيها وساقيها هذا لا يجوز، لا عند النساء ولا عند المحارم، لأن هذا فيه فتنة، أن هذا فيه فتنة وفيه قدوة سيئة تقتدي بها النساء يتساهلن. والنقاب البلد الذي من عادته أن نساءه يلبسن النقاب فلا بأس أو البرقع لا بأس بذلك، بشرط أن لا يبدو إلا العينان فقط، لا يبدو شيء من الخد والمحاجر، بشرطين: أولا أن يكون هذا من عادة أهل البلد، وثانيا أن لا يبدو شيء من الوجه وإنما على قدر العينين فقط. أما النساء التي من عادة بلدهن غطاء الوجه كاملا فلا تخرج عن هذا، لأن هذا أكمل، هذا حجاب كامل فلا تخرج عنه. نعم.